إن العبد إذا دعا واعتصم بالله والتجأ وصدق في دعائه والتجائه تفتحت أبواب السماوات. إذا دعا الله صادقا من قلبه وقد أحاطت به همومه في جسده وأصبح كلما ضحك أبكاه همه وأبكاه غمه وأحزنه وأقلقه. إن العبد إذا وصل إلى هذا الحال وتوجه إلى الكبير المتعال بصدق ويقين فإن هذا هو المقصود من البلاء. المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله. المقصود من البلاء أن يبث العبد إلى ربه الشكوى وأن يلتجأ إلى الله جل وعلا وأن يتذكر عظمة الله